بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم يا حفيظ احفظنا بحفظك وكلأنا بكلاءتك، ويا حافظ كما حفظتنا كتابك احفظنا، إن كل نفس لما عليها حافظ، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الذي حفظته من الخلق بقولك والله يعصمك من الناس، فحفظت به من قبل نوحا من الغرق، وإبراهيم من النيران، وإسماعيل من العطش بزمزم، ومن الذبح بالفداء، وحفظت والده عبد الله من الذبح بمئة من الإبل، وحفظت الكعبة من الفيل، فبلغ شرعك ودينك على وفق مرادك. صلي يا ربي عليه صلاة تحفظنا بها من كل مكروه وسوء في أنفسنا وعقلنا ووجداننا وفي ديننا ودنيانا وآخرتنا، له معقبات من بين يديه يحفظ ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فاجعلنا يا حفيظ حافظين لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ومحافظين عليهما، عاملين بهما، مبلغين عبادك سبل رشادك، حتى نلقاك على أكمل حال من الحفظ والهداية، يا من هو على كل شيء حفيظ يا الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وزواره في الدارين، آمين. وما زلنا حول تعليق المصنف على الحديث 50، وهو حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نقرأ الحديث مرة أخرى تبركا بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. يقول في الوجه الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. انظر إلى هذه الفصاحة في الفصل والإعجاز في توفية المعنى، لأن المرأة لا تباشر من حال الزوج إلا ما هو في الدار، فلم تكلف ما هو خارج الدار لكونها لا تصل إليه اتصالا كليا، والذي يجب عليها في ذلك ما جاء مفسرا في حديث غير هذا، وهو قول عليه الصلاة والسلام: ولكم عليهن ألا يدخلن أحدا دوركم ولا يوطئن فروشكم غيركم إلا بإذنكم. وقول عليه الصلاة والسلام: تحفظ المرأة زوجها في نفسها وماله، هذا هو الواجب. وأما المندوب
فقوله عليه الصلاة والسلام: جهاد المرأة حسن التبعل، يعني التقرب بالزوج والتزين له والإقبال عليه وعدم النفور منه أو عدم تنفيره، ده اسمه التبعل. لا تتجهم في وجهه، تتحمله إذا غضب. والجهاد على ضربين، واجب ومندوب، وكذلك حسن التبعل على هذين الوجهين. فما كان من حفظ نفسها وماله وما أشبههما من قبيل الواجب، وما كان من التزين له وبماله وبما له قدرت وزيادة التحفظ عليه، يعني كل على قدره يعني، وعلى عرضه وما أشبه ذلك من قبيل المندوبات، يعني الزينة هي مطلوب أنها تتزين. الشرع ما قالش تتزين تعمل إيه، ممكن تتزين تكلفه تكاليف كبيرة أوي في الزين، وتجيب له بقى تجيب المكياج اللي هو بقى بيتباع بالدولارات وشغلانة وترهقه من أجل التزيين. لا، يعني كل على قدره، تتزين بدون ما ترهقه، مش يتجيب لي كذا يا إما تقعد عفشة، يعني تتزين بقدر إيه الطاقة المتاحة دون أن ترهقه. واضح؟ تشرط عليه يتجيب لي فستان مش عارف كل موسم يا إما تلبس له مقطع والمدهول، ما ينفعش كده. إن شاء الله عندها ثوب واحد تلبسه وتتزين بيه أمام زوجها، لكن ما تشرطش عليه وهكذا. يبقى هي عندها حسن تبعل وفي نفس الوقت أيضا حسن عشرة، ولا ترهقه في المصاريف والنفقة. الوجه الخامس قوله عليه الصلاة والسلام: والخادم راع في مال سيده. انظر أيضا إلى هذا الترتيب العجيب، لما أن كان العبد لا يقدر أن يتصرف على المعهود ولا يفسد أو يصلح إلا المال، قيل هو مسؤول عنه لأنه مؤتمن عليه، هذا في الغالب. فإن ائتمنه على غير ذلك وجبت عليه التوفية، لأن الأمر جاء على الغالب من عادة الناس. ومثل ذلك نقول في الزوجة: إنه إن ملكها التصرف فيما زاد على ما في الدار وجب عليها حفظه. يعني افرض هو كلف زوجته أنها تراعي حاجة تانية، يقول لها راعي المقراءة اللي تحت مثلا وشرفي عليها، تقوم ما تشرفش عليها، نعمل فيها إيه؟ حرام عليه، لأنه خلاها من ضمن مسؤولياتها أنها تراعي المقراءة اللي تحت، اللي تحت يعني قريبة منها، يعني هو ما كلفهاش أنها تركب مواصلات وتمشي ولا تعمل كويس، فكلفها أمر فيه ثواب في الآخرة، تحفيظ الناس القرآن مثلا، يبقى تراعيه، مع أن ده مش من واجباتها الأصلية، لكن ده واجب زائد هو كلفها بيه، يبقى عليها أنها تلتزم. ليه؟ لأن هو كلفها بشيء فيه ثواب زائد لها، ويبقى عليها أنها ترعاها. أمرها مثلا زي في الأرياف أنها تراعي الغيط وتراعي البهائم، تسقيهم وتشربهم وتعملهم زي ما بيحصل في الزوجات في البهائم في الأرياف، لما كان في مصر أرياف، دلوقتي ما بقاش في أرياف خلاص، الغيطان زرع بنوها ما بقوش يزرعوا ويقفوا يجيبوا العيش من الطابونة، ما بقاش أرياف، فأفسدوا الريف. لكن الريف كان زمان المرأة مع زوجها في الحقل تعمل معه وتجني الحرث وتسقي البهائم وتحلب البقر، وكان في خير، يبقى خلاص تبقى مسؤولة عن هذا. لما خربوها واجبات المرأة بقت أقل شوية، لأن ما بقاش عندها بهائم ولا بقى عندها أرض، لأن الأرض يا إما باعوها يا إما بنوها، ما بقوش يزرعوها بسبب الفساد الإداري في وزارة الزراعة، بقت تجيب تقاوي تحتاج تكاليف باهظة في زراعتها وتجيب محصول ضعيف فما يغطيش المصاريف، فالناس لقوا إن الأرض ما بتغطيش مصاريف، طب ما نبنيها أحسن ونسكن عليه. فالفساد والمباني اللي حصلت دي حصل بسبب فساد إداري، مش بسبب فساد المواطن المصري، لا، هي الإدارة. احنا عارفين الفلاحين بيعملوا إيه، كان زمان التقاوي قوية ويحطها في الأرض بأقل خدمة تجيب له محصول يغطي مصاريفه، فكان بيكسب.
كان يموت نفسه ولا يزرع ولا يبنيش على الأرض دي، لأن الأرض دي عايش منها ما يقدرش يبنيها ولا يخطر في باله يبنيها، وكان يعتبره عيب اللي يبيع أرضه. لكن لما حصل مؤامرات في وزارة الزراعة وسيطرة عليها من اتجاهات غربية تمشي وزارة الزراعة على وفق أعدائنا وياخدوا التقاوي القوية يصدروها للبلاد اللي بره ويجيبوا لنا احنا تقاوي مريضة أو ضعيفة تحتاج خدمة كبيرة وتحتاج أسمدة وتحتاج، وفي الآخر ما تجيبش محصول يغطي. على مدى 60 سنة هذه المؤامرة كانت بتتم في الزراعة في مصر. فالفلاح ابتدى يلاقي ان الارض مش مغطية مصاريفه، طب يعمل ايه؟ يبحث عن وسيلة اخرى للربح عشان يعرف يربي عيال. فيقوم يقسم الارض بتاعته الزراعية لاراضي بناء، يبيع جزء ويبني جزء ويسكن عياله ويبقى بالايجار، وتحولت القرى الى مدن سكنية وليست الى مدن انتاجية تنتج وتكفي الناس. فعلينا اننا لازم نرجع تاني. فالمرأة لما كانت بتساعد زوجها في الحقل وكده ده من مال زوجها، فهي راعية أيضا، وإن كان مش من أصل واجبها الشرعي إلا إن العرف أوجبه عليها. يبقى ممكن العرف يوجب على المرأة أشياء لا يوجبها لها الشرع، ويختلف هذا باختلاف سكان المدن وسكان القرى وسكان النجوع وسكان الأراضي الأماكن الصحراوية. أما تروح سيناء مثلا من ضمن واجباتها إنها قطيع الغنم تخرجه كل يوم الصبح يرعى، لأن لو ما خرجتش قطيع الغنم كل يوم الصبح يرعى هيموت من الجوع، فده مال زوجها فترعاه وهكذا. يبقى تختلف الحكاية دي باختلاف طبيعة كل مكان. فعاد الخير عليهم جميعا، وكان ذلك عونا له على توفية حقوقهم، فيكون من باب العون على الخير. وكذلك العبد مكلف ألا يخون سيده في شيء دق أو جل، ولا يخفي عنه أيضا من كل ما يزيد أو ينقص شيئا للفائدة التي ذكرناها في المرأة. يبقى كل إنسان خوله الله أمرا يسأله عليه على طول كده قاعدة، لدرجة أنه هيسألك على أعضائك لأنه خولك عليه، يسألك على سمعك فيما استعملته، وعلى بصرك فيما استعملته، على وقتك فيما أنفقته وضيعته، على عمرك، على عافيتك، حتى إن أعضائك تشهد عليكم اليوم، تشهد عليك لأنك أسأت استخدامها. لو أحسنت استخدامها يبقى ربنا هيسألك على كل ما خولك عليه، على أعضاء نفسك وحواسك وعلى وقتك وعلى عقلك وعلى وجدانك وعلى كل ما أعطاك، ثم بعد ذلك على ما ولاك عليهم من البني أدمين. إن ولاك على امرأة كزوجة تسأل عنها، عن أبناء لأنهم أبنائك، أو عن أيتام في حجرك، أو عن أم وأب كبروا وأصبحوا ملزمين منك أن ترعاهم، يسألك على دول. كل دول كلما ازدادت الدائرة كلما ازداد. ولك عليهم في وظيفة، طبيب تعالج مرضى حيسألك عن مرضاك، لما لم تحسن لهم ولم تمر عليهم وتجدد لهم العلاج المناسب في الوقت المناسب، ولما لم تحمل همهم ولم تحسن معاملتهم حيسألك عن هذا. المهندس حيسأله ليه ما أحسنتش البناء، وليه ما أحسنتش الإنتاج، وليه ما أحسنتش المكنة، وليه وليه وليه. كل واحد على قدر ما ولاه الله. يبقى على قدر ما ولاك الله على قدر ما يسألك يوم القيامة. وعلشان كده اللي حيسأل يوم القيامة، اللي حيسأل يوم القيامة حيسأل على ما أولاه الله. فلو ربنا ولاك ولاية صغيرة يسألك أسئلة قليلة، ولاك ولاية كبيرة يسألك أسئلة كبيرة. عشان كده الرسول يقول الولاية خزي وندامة يوم القيامة، لأنها تستدعي حساب أكتر. لدرجة أن سيدنا عمر يقول لو إيه، لو عثرت بغلة في العراق لسئل عن عمر وقعد في المدينة. يبقى إيه؟ لأن ولايته كانت على كل المسلمين. لدرجة أن لو ولاك على حيوان وما أكلتوش يسألك على الحيوان. في امرأة دخلت النار كما ورد في الصحيح لأنها كانت عندها هرة يعني قطة،
حبستها فلم تطعمها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يبقى حتى البهيمة هيسألك على البهيمة، حتى النبات لو عندك نبات وسبته وما رويتوش لما جف ومات يسألك عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يكره لك تضييع المال، يكره القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان يشوف ربنا ولا على إيه ويوفي هذه الولاية، على نفسه أولا فلا يظلمها، على أولاده وزوجته فلا يرهقهم، على أصدقائه في العمل فيحسن التعاون معهم والنصح لهم وستر الضعيف منهم، وعلى جيرانه وأهل حيه، وهكذا كلما اتسعت الدائرة اتسعت المسؤولية. الوجه السادس قوله عليه الصلاة والسلام والرجل راع في مال أبيه، ما قالش والطفل راع في مال أبيه لأنه غير مكلف، لكن أول ما الطفل يشب ويبقى راجل وأبوه ابتدى يستعين به في ماله، إذا كان عنده مصنع يخليه يشرف على المصنع معاه، إذا كان عنده أرض يخليه يجي يزرعها معاه، إذا كان عنده مشروع يخليه شريك معه في المشروع، يبقى أصبح بقى رجل مسؤول، فهو في مال أبيه مسؤول يسأل عن ذلك. والرجل راع في مال أبيه هذا لا يكون ينطلق عليه اسم رجل حتى يكون بالغا، لأنه إذا كان بالغا وقع عليه التكليف وحينئذ يكون مسؤولا، وأما غير البالغ فليس بمسؤول، وهو أيضا إما في حضانة الأم وكفالتها أو لمن جعل الأب ذلك له فيكون غيره المسؤول عنه. فالذي يجب على الابن أيضا أنه يحفظ مال أبيه ولا يأخذ منه شيئا إلا بإذنه. وانظر إلى هذا التنبيه العجيب للابن من أجل أن يخطر له أن مال أبيه كونه يعود إليه بعد، ممكن يقول لك ما هو مال أبويا ده حيرجع لي تاني بالإرث بعد، ما كأنه مالي يتصرف فيه بحرية في حال حياة أبيه. أنت ما تعرفش، ما يمكن أنت تموت قبل أبوك، أنت ما تعرفش مين حيورث مين. واضح في حكاية أن إيه للابن باستمرار متصور أنه لازم هو حيعيش وأبوه يموت قبله، هذا التصور خطأ من الأول كده. فيبقى بالتالي يتعامل مع مال أبيه بنفس أمانته مع مال الغريب، مش يعتبر مال أبوه ما هو حيقول إلي يوم يتصرف فيه بحرية في حال حياة أبيه، لأن طالما الأب عايش يبقى المال مال الأب مش مالك. يقول ليس أنا مثل غيري، فنبه عليه السلام أنه في الوقت مثل غيري، يعني طول ما أبوه عايش هو مثل غيري أجنبي، ما ينفعش ياخد مال من أبيه بغير إذنه ولا خلسة ولا دون أن يعني يعلمه ولا يتصرف فيه بإسراف أو بسفة ويعتبره أنه مال، ما ينفعش. يعني هو قبله أي قبل وفاة أبيه كغيره أي من الأجانب، ولا يجوز له التصرف إلا كما يجوز للغير، وإن كان المال قد يعود له بعد. شوف قد وقد دي تحتمل وتحتمل، قد يعود له بعد لأنه مش هيعود كل المال له، ده هيتقسم قسمة الإرث هيبقى يعود منه جزء له. طب افرض هو الوارث الوحيد، لما يعود يتصرف، لكن طول ما أبيه عايش يبقى لازم يتصرف كالغريب. ولذلك إذا سرق الابن مال الأب قطع، لأنه ليس له الآن فيه شيء إلا القدر الذي جعل له من النفق. يعني لو سرق مال أبيه وبلغ النصاب وثبتت السرقة واعترف بها ولم يتنازل الأب عن حقه، القاضي يحكم بقطع يده كالغريب سواء بسواء، يبقى لازم الواحد ياخد باله. في حين ان الاب لو خد مال ابنه خلصه لا يقطع، لان الابن من مال ابيه كانه بياخد من ماله، بخلاف الاب، الاب بقى يمد ايده من ورا ابنه كمان وياخد اللي هو عايزه، لانه انت ومالك لابيك، الحديث كده انت ومالك لابيك. لأنه ليس له الآن فيه شيء إلا القدر الذي وعل له من النفقة إن كانت في وقت يجب له،
والمال ينطلق على جميع الأنواع التي تتمول من جميع الأموال، والذي يندبون إليه جميعا، أعني الابن والخادم والزوجة، مثل أن يعينوه في الأشياء التي ليست عليهم، ويوفروا عليه وينبهوه على المصالح التي يعرفونها، لكونهم في الغالب أكثر مباشرة للأشياء منه، فهم أعرف بالجزئيات الطارئة وما يترتب عليها من المصالح وغيرها، وضابطه أن يكونوا ينظرون فيه كأنه لهم، لأن ذلك من حقيقة الأمانة، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، وهذا في الأجانب، فهؤلاء من باب أولى. وهنا بحث صوفي، وهو أنهم جميعا في الحقيقة أمناء فيه، حتى الأب أمين على ماله لأنه هيسأل. فهمت؟ يعني الواحد في الآخر لو فكرت تلاقي أن الملك الحقيقي هو الله، لأن حتى المال اللي ربنا خولك إياه وصار في ملكك، فده الملك ده مجازي، لأنه عارف لو ملك حقيقي ما كانش يسألك عليه، لأن المالك لا يسأل عن ما تصرفاته، لكن ده ربنا هيسألك عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، يبقى كأنها الملكية ملكية مجازية مش حقيقية. فالحقيقة إن حتى الأب ملكيته للمال ملكية أمانة برضه، مش ملكية يتصرف فيها كده كيف شاء، لكن لازم يراعي ويتصرف في ماله على وفق شرع الله عز وجل. وهنا بحث صوفي، وهو أنهم جميعا في الحقيقة أمناء فيه، والمال للمولى الأعلى سبحانه. فانظر لنفسك بترك الدعوة وتوفية الأمانة، واتصف بأوصاف العبودية ولا تتصف بأوصاف الربوبية، تقول مالي مالي مالك إيه، دي أوصاف ربوبية، لكن هو مال الله عندي، مال الله عندي، دي الحقيقة. ولا تتصف بأوصاف الربوبية بتحقيق الملك بمجرد الدعوة، فمن هنا شقي من شقي وسعد من سعد. وقد كان بعض السادة يقول لأولادي: لو عملتم شيئا واحدا أفلحتم، وكان مهابا، فكرر ذلك عليهم مرارا مع الأيام ولا يزيدهم على ذلك شيئا، إلى أن تجاسر بعضهم فسأله فقال لهم: ادخلوا في رسم العبودية وقد حصل لكم الفوز الأكبر. قالوا: وما حقيقتها؟ قال: ترك الدعوة والاعتراض وحقيقة الامتثال والتسليم، فلقد أحسن فيما إليه ندب، جعلنا الله عبيدا له حقا بمنه لا رب سواه. عشان كده يقول لك إيه، تحقق بعبوديتك يحصل إيه بقى، يغطيك بربوبيته، تحقق بوصفك يمنحك يمدك بوصفه، تحقق بوصفك يمدك بوصفه، تحقق بالفقر يمدك بوصفه والغنى، تحقق بالعجز يمدك بالقدرة، تحقق بالضعف يمدك بالقوة، تحقق بالجهل يمدك بالعلم، يبقى تحقق بوصفك يمدك بوصفه. وانت وصفك العجز والجهل والتسرع وعدم القدرة والفقر، هي دي أوصافك، تحقق بها يقوم ربنا سبحانه وتعالى يغطيها بأوصاف الربوبية، فإذا غطاها بأوصاف الربوبية فهي منه إليك وليست منك بالأصالة، بل هي منه إليك سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل حديث التبكير والتبريد بالصلاة غدا إن شاء الله. اللهم يا مقيت، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي تعلق بالمقيت فكان يبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه، فواصل ونهى غيره لبيان كمال خصوصيته، وتخلق به فأطعم الجموع الغفيرة من الطعام القليل ببركته، وسقى الجيوش من الماء النابع من بين أصابعه الشريفة، ولم يرد سائلا إلا بحاجته، وحلب الشاة الحائل وقت الجفاف، وحيثما حل حل معه الرخاء، وأشار إلى السماء فأمطرت، وغرس النخلات بيده فأثمرت من عامها، وأقات الأرواح بالحقائق والقلوب بالمعاني والأسرار بالأنس والمشاهدة، كما أقات الأبدان بأطايب الطعام والشراب، وتحقق به فأوتي مفاتح خزائن الأرض في الدنيا ومفاتح الجنة في الآخرة،
صلاة تكون لبدني قوتا ولقلبي شفاء ولروحي خلاصا وإخلاصا ولسري حبا وأنسا واشتياقا، فأستغني بالمقيت عن القوت وأكون مقيتا لغيري يا الله يا مقيت. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خير.